بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأحد 24/2/2013. بعض الشبان المتطوعين لتقسيم المعونات للنازحين من ناحية التمانعة الذين نزحوا نتيجة القصف لليوم 30 على التوالي على ناحية التمانعة. هؤلاء الشباب تطوعوا من أجل تقسيم المعونات لنازحي ناحية التمانعة. ناحية التمانعة تقصف لليوم 30 على التوالي. لم يتبقى أحد من الأهالي في ناحية التمانعة، كلهم نزحوا إلى خارج. الآن الشباب جزاهم الله كل خير يقومون بتعبئة معونات للنازحين. عبد الرزاق أهم شيء راضي. الموت ولا المسلمين معلم وردان وجاهينا يا خزير يا بشار. قال لي المعلم أبو خالد. المعلم أبو خالد. قال لي أبو خالد. يا كم كيسك تطينا؟ هذا القرآن ثواني. غير بهذا ما بقى. والله ما تصرخ أنت بهاي والله.